بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. في هذا الفيديو القصير، سيكون قصيرا إن شاء الله، سنتعلم طريقة إكثار العنب بواسطة العقل. هي طريقة الأكثر شيوعا بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الترقيد وموضوع الإكثار بالبذور ومبرراته، وكل منهما أفردنا له فيديو خاص. الآن سنتعلم طريقة إكثار العنب، شجرة العنب، بواسطة العقل. هذا الإجراء طبعا حصريا في فصل الشتاء، ابتداء من بعد منتصف تشرين الثاني نوفمبر شهر 11، وقبل بدء سريان العصارة في منتصف شباط. العملية بسيطة جدا، نحصل على أقلام تكون بهذه الحالة، بهذا الشكل، بهذا الطول، من شجرة، الشجرة المرغوبة، شجرة العنب المرغوبة. ونقوم ببساطة جزء السفلي منها بشكل مائل، نقصه بشكل مائل، بطبيعة الحال هذه الأقلام من عقل، من الأقلام أغصان العام الفائت الذي نحن فيه، نكون نحن فيه. نقوم بوضع هرمون تجذير، وسنستخدم في هذه المرة هرمون الألوفيرا. هذا من باب المساعدة على التجذير، علما بأن نبات شجرة العنب شجرة قوية جدا ولا تحتاج إلى ذلك وينجح، ولكن من باب الزيادة، زيادة التوكيد، نقوم باستخدام هرمون ماء. وفي هذه الحالة استخدمنا محفز تجذير هو الأوليفيرا. طبعا نستطيع استخدام حليب التين أو العسل بالقرفة أو الهرمون الزراعي الصناعي الذي يباع في المحلات الزراعية. المسألة بسيطة جدا، وهي لا تحتاج إلى جهد كبير. كل ما بالموضوع، نحن نقوم بغرس القلم في تربة. هذه التربة بطبيعة الحال، هذه التربة أيها الأخوة، تربة طينية مخلوطة، تربة طينية رملية، أي تربة نخلطها بالكومبوست. الكومبوست الذي يمكننا في كل مكان وفي كل زمان إعداده والحصول عليه، وهو سماد وتربة في آن معا، مناسب لإكثار، خاصة عندما تكون الكميات التي نريد إكثارها كميات كبيرة، بالنظر إلى ارتفاع سعر البتموس. فالكومبوست هو بمتناول يدنا، نستطيع أن نعمله من أي مواد عضوية نباتية في حديقة، لن أقول نما أو حيوانية، لأننا سنحصر المسألة في النباتية، ونضيف له بعض الزبل البلدي المختمر ليكون بالفعل وسط رائع جدا لنمو النباتات. نحن في هذه الحالة نقوم بالزراعة بهذه الطريقة، وكما قلت العنب من الأشجار القوية جدا، وهو لا يحتاج كبير جهد لكي ينمو. طريقة سهلة جدا ومريحة، ويمكن الحصول على العدد الذي تريد وتحتاج من أشجار العنب بهذه الطريقة السهلة جدا. ولكن هو نحن محددون بأشهر الشتاء. بعد ذلك نضيف القليل من التراب، ونقوم بالري مباشرة، ونضعها، وحيث أننا في فصل الشتاء، نضعها في مكان مشمس معرض للشمس ومعرض بطبيعة الحال إلى المطر. بعد مرور شهرين، بعد انقضاء موسم الشتاء وبدء الربيع، ستتفتح البراعم. سنشاهد معا إن شاء الله كيف يبدو
النمو وكيف الطول. طبعا تكون هذه العقل ستكون بشكل مناسب جدا لزراعتها مباشرة في السنة التالية في المكان الدائم الذي نريد. سننتظر وإن شاء الله نكون من أهل الحياة في ذلك الوقت، وسنريكم ساعة إذن الحال التي تكون عليها. وهذه هي بحمد الله النتيجة، هذه هي أشتال العنب من خلال زراعتها بالقلم. العملية أخذت بحدود 70 إلى 80 يوما، لا أذكر بدقة، ربما 80، أقرب إلى 80 يوما. هذه هي كما تشاهدون، وهي جاهزة في الموسم القادم لوضعها في المكان الدائم وزراعتها كشجرة عنب كاملة. لاحظوا مستوى النمو كبيرا في هذه الحالة، قمنا بطبيعة الحال وضبنا على رعايتها وسقايتها، وهذا كل ما في الأمر. إن أعجبكم ما نقدمه اشتركوا بقناتنا قناة يسير، وفعلوا زر الجرس، وسيصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.